لو أول مرة تشوفنا ياريت تشترك في القناة وتفعل جرس الإشعارات على الكل علشان يوصلك إشعارات بكل الدروس الجديدة بتاعتنا أول بأول. طبعا احنا بنشرح كل المناهج الجديدة الخاصة بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية كمان إن شاء الله. عندنا زي ما احنا شايفين في الفيديوهات قوائم التشغيل، وطبعا لما تفتح القناة بتاعتنا هتلاقي قوائم التشغيل الخاصة بكل مرحلة متقسمة لوحدها، تقدر توصل لأي فيديو بسهولة. وما تنساش تتابعنا على صفحتنا والمجموعة بتاعتنا على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج ديسكوفر برايمري 3 او الصف الثالث الابتدائي ترم 1 الترم الاول. والنهاردة هنبتدي نشرح شابتر 2 او الفصل الثاني، Making a healthy body. Making a healthy body او ازاي نعمل جسم صحي. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا اصحابي زي ما احنا عارفين ان الشابتر 2 بيتكلم عن العادات الصحية، وعايزين نعرف يعني ايه عادات او يعني ايه habits. habits او عادات. احنا يا اصحابي في حياتنا اليومية او in our daily routine، في الروتين او في نمط الحياة بتاعنا كل يوم بنعمل حاجة اسمها الاكتيفيتيز. الاكتيفيتيز او الانشطة، كل واحد فينا بيبقى ليه some activities او بعض الانشطة بيعملها كل يوم، ودي بتكون اليوم بتاعه. مثلا حد بيصحى من النوم الصبح بيغسل اسنانه، ده activity. حد تاني مثلا بيصحى يجري شوية او يلعب شوية رياضة، ده activity. حد تالت مثلا بيصحى ياكل على طول وبيعملش اي نشاط، ده activity. الاكتيفيتيز يا اصحابي في منها المفيد وفي منها المضر. يعني لو حد بيعمل activity معين، الاكتيفيتي ده ممكن يكون مفيد، ممكن يكون healthy صحي، ممكن يكون unhealthy او غير صحي يكون مضر. زي مثلا حد مثلا بيحب ياكل سويتس كتير قوي او بيحب ياكل حلويات كتير قوي، ده activity مع انه unhealthy بس هو يعتبر activity. حد تاني مثلا بيحب يلعب رياضة، بيحب يعمل running يجري، بيحب يعمل exercises او يلعب بعض التمارين الرياضية، ده activity وده healthy. حد بيحب ياكل healthy food او اكل صحي، بيحافظ على ان هو ياكل مثلا طبق سلطة، بيحافظ على ان هو ياكل vegetables او خضروات، بيحافظ على انه ياكل fruits او فواكه، ده activity. activity هو healthy. healthy activity. الactivities دي اصحابي لما بتتكرر كل يوم في حياتنا بتعمل حاجة اسمها الhabits. الhabits او العادات. العادات او الhabits هي activities بتتكرر كل يوم فبنعملها على طول، فبنسميها habits او عادات احنا تعودنا نعملها على طول. الhabits في منها برضو الhealthy وفي منها الunhealthy. في chapter 2 او في الفصل الثاني بنتكلم عن ازاي نكون healthy habits او ازاي نكون عادات صحية ونحافظ عليها، وازاي نبعد عن الunhealthy habits او العادات غير الصحية اللي ممكن تضرنا، علشان في الاخر نوصل ان احنا يبقى عندنا healthy body او جسم صحي. لازم نكون فاهمين الكلام ده كويس. يبقى الاكتيفيتيز او الانشطة في منها الهيلثي وفي منها الانهيلثي. الاكتيفيتيز لما بتتكرر على طول على طول بنعملها كل يوم بتكون حاجة اسمها الهابتس او العادات. الهابتس او العادات في منها برضو الهيلثي وفي منها الانهيلثي. الهيلثي او الصحي ده بيساعدنا ان احنا يبقى عندنا healthy body او جسم صحي. الunhealthy او الغير صحي ده بيضرنا وبيضر عقلنا وبيضر جسمنا، وهنعرف ده كمان شوية. انتوا فاكرين يا اصحابي في شابتر 1 او في الفصل الاول كان في عندنا واحد صاحبنا اسمه رشاد، قرينا ستوري جميلة خاصة بيه في السكول مع اصحابه. النهاردة رشاد هنقرأ عنه ستوري تانية او قصة تانية مع اخته الاصغر منه ياسمين، وهما في البيت هنشوف هيعملوا ايه. والستوري دي اسمها ياسمينز choices. ياسمين's choices او اختيارات ياسمين. هنا بيقول لنا read the story. read the story او اقرأ القصة.
طبعا المفروض ان احنا نقرا الستوري دي لوحدينا، ولازم نبقى شاطرين ونقراها، ولو معرفناش نقرا كلمة نحاول نشوفها ازاي بتتنطق وازاي بتتقري، ولازم نكون شاطرين في الريدنج يا اصحابي. انا هقرا طبعا الستوري دلوقتي، هقراها واحدة واحدة، وعايزكم بعد كده تقروها ورايا، وبعد ما اخلص خالص عايزكم تقروها لوحدكم وتشوفوا هتقروها صح ولا لا. لو في حاجة وقفت قدامك وقف الفيديو، رجع الجزء اللي انت وقفت فيه وشوفه بيتقري ازاي، واقراه تاني لوحدك، وهكذا. لازم نتدرب كويس على الريدنج يا اصحابي. فهنا ياسمينز تشويسز او اختيارات ياسمين. ياسمين هي اخت رشاد الصغيرة. عايزين نشوف ايه هي اختيارات ياسمين وهي في البيت. ياسمين came home، ياسمين رجعت البيت، from school من المدرسة، feeling a little tired and grouchy. grouchy يعني عابس، يعني غضبان شوية كده، منيق. فهي رجعت من المدرسة feeling a little tired، متعبة شوية، و grouchy كمان عابسة، متضايقة شوية. she did not feel happy، هي ما حستش بالسعادة، and full of energy، وان هي ممتلئة بالطاقة، like she usually did. like she usually did زي ما هي عادة بتحس كل يوم. يبقى مرة تانية، ياسمين came home from school feeling a little tired and grouchy. she did not feel happy and full of energy like she usually did. بعدين بيقول لنا she went to the kitchen، هي ذهبت للمطبخ، and thought about what she could have، وفكرت هي ممكن تحصل على ايه، ممكن تاخد ايه من المطبخ مثلا علشان تشربه او تاكله. soda or juice، فكرت بقى هتشرب صودا، يعني مثلا كولا ولا بيبسي ولا اي حاجة من الحاجات دي اللي فيها الصودا، or juice او عصير مثلا من العصائر المختلفة، عصير من العصائر بتاعت الفاكهة. she took a soda، هي اخدت صودا، اختارت مشروب فيه صودا. what should she have for a snake، وفكرت كمان ممكن تاخد ايه كوجبة خفيفة، an orange برتقالة، or cookies، cookies اللي هو البسكويت اللي بيبقى مسكر فيه سكر كتير شوية. ياسمين knew، ياسمين عرفت، she should pick fruit، هي عرفت ان هي كان المفروض ان هي تاخد فاكهة، ثمرة فاكهة، but she was feeling a little ياكي، لكن هي كانت حاسة ان هي متضايقة شوية. ياكي بتيجي بمعنى قرفان وبتيجي بمعنى متضايق. she thought، هي اعتقدت، the cookies might cheer her up. cheer her up ان هي تخليها مبتهجة وتخليها مبسوطة اكتر. مرة تانية، she went to the kitchen and thought about what she could have، soda or juice. she took a soda. what should she have for a snake، an orange or cookies. ياسمين knew she should pick fruit but she was feeling a little yucky. she thought the cookies might cheer her up. بيقول لنا بعد كده ياسمين went to the living room، ياسمين راحت غرفة المعيشة، and sat down، وجلست، on the couch، on the couch على الكنبة. she turned on the television، هي شغلت التلفزيون. مرة تانية، ياسمين went to the living room and sat down on the couch. she turned on the television. بيقول لنا بعد كده just then، يعني بعد كده على طول، رشاد and his father came in the room، رشاد وبابا دخلوا الغرفة. they were both sweaty. sweaty يعني عرقان، هما الاثنين كانوا عرقانين قوي. رشاد sat down next to ياسمين، رشاد جلس جنب أخته ياسمين. يبقى مرة تانية، just then رشاد and his father came in the room. they were both sweaty. رشاد sat down next to ياسمين. فياسمين بتقول لهم you are all wet. wet يعني مبتل. yield ياسمين، yield ياسمين يعني زعقت وقالت كده، ياسمين انتوا غرقانين عرق، انتوا عرقانين جدا. you're all wet، yield ياسمين. ياسمين صاحت وقالت كده.
فرشاد رد عليها وقال لها We were out running. إحنا كنا برا بنجري. He said هو قال كده. Running helps me clear my head. Running بيساعدني إن أنا أفضي دماغي. And makes my body feel good. And makes my body feel good. وبيخلي جسمي بيشعر إنه هو أحسن. يبقى مرة تانية. We were out running. He said. Running helps me clear my head and makes my body feel good. Yasmin watched Rashad go into the kitchen and grab an orange. Yasmin شافت رشاد وهو داخل المطبخ وبيسحب وبيأخذ يعني برتقالة. Then he poured two glasses of water. وبعد كده هو صب لنفسه كوبايتين مية. Yasmin was not feeling any better. ياسمين ما كانتش حاسة بأي تحسن. The cookies had given her a headache. البسكويت المسكر ده خلاها تحس بالصداع. And the soda upset her stomach. والصودا وجعت بطنها. يبقى مرة تانية. Yasmin watched Rashad go into the kitchen and grab an orange. Then he poured two glasses of water. Yasmin was not feeling any better. The cookies had given her a headache and the soda upset her stomach. Rashad sat down next to Yasmin and turned off the television. Rashad جلس جنب أخته ياسمين وقفل التلفزيون. يبقى مرة تانية. Rashad sat down next to Yasmin and turned off the television. وقال لها ايه بعد كده بقى؟ This orange gives me more energy. البرتقالة دي بتديني طاقة اكتر. Rashad said, Why don't we go outside and play a little football, Yasmin? ليه ما نخرجش بره دلوقتي ونلعب بعض كرة القدم يا ياسمين؟ مرة تانية. This orange gives me more energy. الأورنج دي بتديني طاقة أكتر. رشاد said. رشاد قال كده. Why don't we go outside and play a little football, ياسمين؟ ليه ما نخرجش برا ونلعب بعض كرة القدم يا ياسمين؟ فبيقول لنا بعد كده This idea الفكرة دي أو الرأي ده perked her up immediately يعني أثارت انتباهها على الفور. ياسمين thought moving around. ياسمين اعتقدت ان التحرك ان يتحرك نفسها شوية might help her. ربما ان هو يساعدها feel better ان هي تشعر بتحسن. She chased her older brother outside. She chased يعني هي لحقت her older brother بأخوها الكبير outside الى الخارج. يبقى مرة تانية. This idea perked her up immediately. Yasmin thought moving around might help her feel better. She chased her older brother outside. ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معايا. طبعا يا أصحابي زي ما اتفقنا إن الأكتيفيتيز أو الأنشطة اللي إحنا بنعملها في حياتنا لما بتتكرر بتكون لنا حاجة اسمها الهابتس أو العادات ولازم نبقى واخدين بالنا من الجزء ده كويس. وعايزين نعرف ازاي بقى نحافظ على الهيلثي هابتس او العادات الصحية ونبعد عن الانهيلثي هابتس او العادات غير الصحية. فهنا في page 28 او في صفحة 28 بيقول لنا healthy or unhealthy. healthy يعني صحي or unhealthy او غير صحي. بيقول لنا read اقرأ each activity كل نشاط. decide قرر if the activity is healthy لو النشاط ده صحي or unhealthy او غير صحي. circle your answer يعني ضع دائرة حول الإجابة بتاعتك. فأول حاجة بيقول لنا skipping breakfast every morning ان احنا نفوت وجبة الافطار كل يوم الصبح. ده healthy ولا unhealthy يا اصحابي؟ شاطرين طبعا unhealthy لان احنا لازم ناكل البريكفاست بتاعنا كل يوم الصبح. فده unhealthy activity زي ما احنا شايفين قدامنا. طب بيقول لنا playing outside every day ان احنا نلعب
في الخارج كل يوم، ده healthy ولا unhealthy يا أصحابي؟ شاطرين healthy، لازم نحرك جسمنا شوية ونلعب شوية رياضة، ده healthy activity. طب يقولنا في number 3 eating fruits and vegetables. eating fruits and vegetables إن احنا ناكل خضروات وفاكهة، ده healthy ولا unhealthy يا أصحابي؟ شاطرين طبعا healthy healthy activity، فنحط circle حوالين healthy. طب يقول لنا في number 4 getting 7 hours of sleep every night، ان احنا نحصل على 7 ساعات نوم كل ليلة. طبعا احنا المفروض ان احنا ننام 8 ساعات مش 7 ساعات، فده unhealthy او غير صحي. طيب في number 5 يقول لنا having arguments with your friends often. having arguments with your friends often، ان انت تعمل مشاجرات كلامية وتتخانق مع اصحابك على طول، ده healthy ولا unhealthy؟ شاطرين unhealthy طبعا، فنحط circle حوالين unhealthy. في number 6 بيقول لنا sharing your feelings when you are sad or upset، ان انت تشارك وتفضفض كده، تتكلم مع حد مثلا من اسرتك لما بتحس ان انت حزين او زعلان، ده healthy ولا unhealthy؟ شاطرين طبعا الواحد لازم يعمل sharing للفيلينجز بتاعته، ولو عنده مشكلة يقولها للي حواليه، فده healthy activity او نشاط صحي. طب في number 7 بيقول لنا eating candy and snacks instead of lunch. instead of lunch بدل الغدا، eating candy ان احنا ناكل حلوى and snacks وحاجات خفيفة وجبات خفيفة instead of lunch بدل من وجبة الغدا، ده healthy ولا unhealthy يا أصحابي؟ شاطرين unhealthy، فنحط circle حوالين unhealthy. طب في number 8 بيقول لنا watching TV and playing video games for hours، نحن نتفرج على التلفزيون ونلعب ألعاب الفيديو جيمز لمدة ساعات، ده healthy ولا unhealthy؟ شاطرين unhealthy، فنحط circle حوالين unhealthy. وآخر حاجة في number 9 بيقول لنا drinking water throughout the day، إن احنا نشرب مية على مدار اليوم، طبعا ده healthy activity أو نشاط صحي، فنحط circle حوالين healthy زي ما احنا شايفين قدامنا. ونتنقل لبيج 29، وزي ما احنا شايفين قدامنا أصحابي عنوانها my choices. my choices أو اختياراتي. طبعا يا أصحابي قبل ما ناخد my choices أو اختياراتي، المفروض إن احنا وإحنا قاعدين في الكلاس روم إن احنا نتناقش مع بعض مع التيتشر بتاعنا إيه الفرق بين الـ choices أو الاختيارات. يعني مثلا عندنا ياسمين وأخوها رشاد، كل واحد كان عنده الـ choices بتاعته أو الاختيارات بتاعته. ياسمين اختارت بعض الـ unhealthy choices أو الاختيارات غير الصحية، ورشاد اختار بعض الـ healthy choices أو الاختيارات الصحية. عايزين نشوف الفرق بينهم، ايه تأثير التشويسز او الاختيارات علينا وعلى حياتنا وعلى اجسامنا. فمثلا انا لو قلت لك انت لو اتبعت بعض الهيلثي اكتيفيتيز او الانشطة الصحية، ايه اللي ممكن يكون تأثيرها على جسمك؟ طبعا according to teacher guide او طبقا لدليل المعلم، هيبقى في عندنا اجابات مختلفة. يعني ممكن كل واحد فيكم في الكلاس روم يكون ليه إجابة مختلفة، المهم إن احنا نفكر لما نختار healthy choice أو اختيار صحي، الاختيار ده هيكون تأثيره عامل إزاي علينا. فزي ما احنا شايفين قدامنا مثلا، ممكن حد يقول لي we feel good. we feel good إن احنا بنحس إن احنا أفضل. ممكن حد تاني يقول لي we feel happier. we feel happier إن احنا بنحس إن احنا أسعد. ممكن حد تالت يقول لي we have more energy to play. we have more energy to play ان احنا يكون عندنا طاقة اكبر ان احنا نلعب. ممكن حد رابع يقول لي we get sick less often، يعني ان احنا بنعيا بشكل اقل، وهكذا. المهم ان احنا نفكر لما نختار healthy choice او اختيار صحي، ايه الافكت بتاعه علينا او هيأثر علينا بشكل عامل ازاي، تمام؟ والمفروض ان الديسكشن دي او المناقشة دي تحصل في الكلاس روم، او لو احنا قاعدين بنذاكر مع بابا وماما، هم هيسألونا لما نختار healthy choice او اختيار صحي وبدل ال unhealthy choice او بدل الاختيار غير الصحي، هيكون ده الافكت بتاعه او التأثير بتاعه علينا عامل ازاي. فكل واحد هيكون ليه الاجابة بتاعته،
المهم ان احنا نفكر تأثيره هيكون علينا عامل ازاي. ونرجع لبيج 29 او صفحة 29 وعنوانها My Choices, My Choices او اختياراتي. فبيقول لنا هنا Write 3 good choices, اكتب 3 اختيارات جيدة. You will make this week, انت هتعملها الاسبوع ده. Then, ثم بعد ذلك, draw a picture, ارسم صورة of how you will feel, لشكلك هتحس بايه if you make those choices, لو انت عملت الاختيارات دي. يبقى مرة تانية, write 3 good choices you will make this week, then draw a picture of how you will feel if you make those choices, لو انت عملت الاختيارات دي. فالمفروض مثلا يا اصحابي كل واحد فينا هيختار 3 healthy activities او 3 انشطة صحية يقول مثلا ان هو يعملهم الاسبوع ده زي ما احنا قلنا من شوية, 3 اختيارات كويسة 3 good choices, وبعدين يرسم صورة لنفسه في البوكس الموجود في اخر الصفحة هنا وهو متخيل شكله هيكون عامل ازاي لما يعمل التشويسز دي او الاختيارات دي. فمثلا انا اخترته قلت مثلا I will eat more vegetables and fruits, انا هاكل خضروات وفاكهة اكتر الاسبوع ده. I will eat more vegetables and fruits this week. ممكن كمان اقول I will brush my teeth, انا هغسل اسناني. I will brush my teeth, انا هغسل اسناني. ممكن كمان في الاختيار الثالث اقول I will sleep 8 hours every night. I will sleep 8 hours every night. هنام 8 ساعات كل ليلة. وبكده اكون قلت 3 good choices او 3 اختيارات صحية جميلة هتساعدني ان انا ابقى احسن وهعملهم this week او الاسبوع ده. بيقول لنا تحت هنا This is how I predict. Predict يعني اتوقع, ده اللي انا بتوقعه. I will feel, ان انا احس بيه يعني if I make those choices, لو انا عملت الاختيارات دي. هنرسم هنا picture او صورة لنفسنا متخيلين شكلنا عامل ازاي لما نعمل ال choices دي. طبعا كل واحد فيكم ممكن يكتب اي choices تانية, اي choices تانية هنا. المهم ان احنا نبقى عارفين ايه هي ال good choices او ايه هي الاختيارات الجيدة for our health, أو لصحتنا, وتأثيرها هيكون ايجابي علينا. وبعدين نعمل drawing لبيكيتشر هنا متخيلين فيها شكلنا هيكون عامل ازاي بعد ما نعمل ال 3 choices دي او الثلاث اختيارات دول this week في الاسبوع ده ان شاء الله. وبكده نكون خلصنا page 29 وخلصنا معاها درس النهاردة. اتمنى ان انت تكون استفدت من الدرس. لو اعجبك الدرس اعمل لايك. اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو. الاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان, وانا سايب لكم اللينكس بتاعتهم في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.